السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر، وعنوان الحلقة القول المبين ومن بعده التمكين للمهد المنتظر وإثبات أنه أول المسلمين. أحباب الله، أنا بنصح كل واحد يشاهد الشريط الأخير، وقبل ما يشاهده يجيب قلم وورقة ويسجل النقاط اللي بحكيها، مشان هل يعرف نفسه هل هو من المسلمين والمؤمنين أم لا. مشان أبينكم أحباب الله ليش المهدي أول المسلمين. المهدي عندما يأتي سيأتي في زمن ما في مسلمين، في مسلمين بس إسلامهم مش كامل، معرفته بالإسلام معرفة خطأ. هسه رايح كثير ناس يسألوا مني، بس احضروا الشريط لآخره ورايحين تعرفوا الفكرة ورؤيتي من القرآن كلها لوين راح توصلكم، لا تعرفوا الحقيقة واللي اللي بحكيه حق وصدق من كتاب الله، ما بجيب اشي من عندي. عشان هيك جيبوا دفتر وقلم وسجلوا. خلني اجي اول اشي عن بعض الآيات بسورة الأنعام 161 منزل. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طيب الآيات يا أحباب الله شو معناتها؟ هذا قول المهدي، قلت لكم هاي للمهدي مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه بخاطب الجميع، ما بخاطب الكفار، بخاطب المسلمين. يقول قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هون بقول للناس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مش ساعة إلك وساعة لربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إحنا مش مخلوقين هون مشان نعمر في الأرض، مشان نأكل ونشرب وصير أموال وبيوت وسيارات وطيارات وأولاد نعلمهم في الجامعات ونخليهم دكاترة ونتباهى فيهم ونتفاخر بالتكاثر في المال والأولاد وندور على النساء الجميلات وكل واحد يصير يحلم يعيش في الجنة في الدنيا. لا، قل إن صلاتي، الصلاة اللي بصليها، ونسكي كله، ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له، ما بحط لا نبي ولا ولي ولا ملائكة ولا ملك ولا سلطان ولا فاحت على وجه الأرض أو فوق السماء أو تحت الأرض شريك لله سبحانه وتعالى وبذلك أمرت أول المسلمين. أي واحد يأخذ من دون الله ولي أو شريك أو يدعو من دون الله بواسطة حدا يقول يا ولي الله يا فلان يا حسين يا محمد عليه الصلاة والسلام يا جبريل يا عيسى يا موسى، راح يروح على الجنة وخارج مخلد. قل إن صلاتي، الصلاة شيء، صلاتك اللي بصليها لرب العالمين لله فقط، ونسك كل نسكك في الحياة من نسك الحج والصيام وغيراته، ومحيانا كلياته ومماتنا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت عشان يخل المهدي وأنا أول المسلمين. ما قال أنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين، لأنه سيأتي في زمن فيه مؤمنين بس المسلمين ما فيه، مسلمين 80% 70% 90% 10% 0%،
منافق كافر مشرك. عشان هيك لما يجي المهدي راح يكون المسلم الكامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه كأخلاق، خلقه زي خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان هيك شو بقول الناس كلمة قل، الله بأمره أن يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إذا في خلاف بيجي المهدي بزمن كله مختلف، الناس تختلف مع بعضها. عشان هيك بقولهم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني بيجي جيل بعد جيل بخلف جيل خلائف، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات في الدنيا وفي الآخرة ليبلوكم فيما أتاكم. السعادة في الدنيا من مال وعلم وجاه وقوة وعزوة وأولاد ومال ونسوان، ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات بس مشان يبلوكم فيما أتاكم. اللي الله أتى المال وما أنفق ودفع الزكاة، اللي عنده علم واستغله لمصلحة دنيوية، اللي عنده أولاد وجاسة اتباهى على الناس فيهم أو عزوة أو سلطان ظلم الناس فيها، هذا ابتلاء من رب العالمين. لأن الله يبلوكم بالخير والشر فتنة، إن ربك سريع العقاب وأنه لغفور رحيم. طيب نجي على سورة الزمر من آية واحد وبينزل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولي الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هل نرجع الآيات؟ أول شيء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، بحكي عن الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب يا مهدي، واتركوها إلى المهدي، بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين. السعفية أقول لك هذا سيدنا محمد، أنتوا حرين، أصبروا الآيات وشوفوا. ألا لله الدين الخالص، قبل ما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان الدين لله خالص، كل الناس يعبدوا الله حق عبادته لأن الرسول بناتهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، نأخذ أولياء مين؟ الأصنام، من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هذا بقول لك إيش، زمان سيدنا محمد كان يعبد الأصنام بس بعصرنا صار يعبد العباد، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. بحكم بين مين؟ هذول اللي بيقولوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لأنه كاذب
وكافر، مش كافر شديد دائما الكفر. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل الأجل المسمى، ألا هو العزيز الغفار. شو معنى هذا الكلام؟ إنه الله بورجيك قدرته، ما في مثله، خلق السماوات والأرض بالحق، ما أحد خلقهم غيره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل المسمى، ألا هو العزيز الغفار. إذن هاي كل آيات الله سبحانه وتعالى قدرته. وقلنا ثم مش على خلقنا، خلقكم من نفس واحد اللي هو آدم، ثم جعل منها زوجها اللي هي حواء، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. إذن الأنعام مش مخلوقات في الأرض، أنزلنا من السماء من الجنة 8 أنواع، 8 أزواج من الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم، كيف؟ خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. يعني من صاحب الملك؟ رب العالمين. بقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن الله غني عن العالمين ولا يرضى لعباده الكفر اللي بيعبدوه، وأن تشكروا يرضوه لكم. إذا في هنا في كفرين، كفر في الإيمان بالله أو كفر النعمة. الله نعم عليك شكرت، وقليل من عباد الشكور. فعلى الحج ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أنت كفرك بالحج نكر النعمة، إذا أنت معناته كفرت النعمة. هو بيقول لك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ما برضى لعباده الكفر، لأنه عباده بشكروا على نعمته، هذول عباد المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن تشكروا يرضاه لكم، يعني اللي بشكر الله الله برضى عليه، وإن شكرتم لأزيدنكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا ما في واحد بتحاسب على الثاني أو تحاسب واحد على ذنب الثاني. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، بصيب الواحد ضر أو مصيبة أو مشكلة، يا الله أنا داخل عليك، بنسى كل الإشراك، ما بقول يا حسين يا علي يا بدوي يا فلان، بس بدعو الله، يا الله داخل عليك، يا الله داخل عليك. هذا إذا كان مصاب بالضر. ثم إذا خوله نعمة منه أنعم الله عليه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني مكان في الضر، وجعل لله أندادا يضل عن سبيله. بس يقول لك يا حسين يا علي يا بدوي يا رفاعي يا نشقبندي يا فلان يا علان. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا بقول للمهدي، يقول لهم هذول الأصناف اللي بيشركوا بالله سبحانه وتعالى، هنا بيورجيك من هو المهدي، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. المهدي طول الليل قانت لله سبحانه وتعالى، آناء الليل طول الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هاي هي وسيلة المهدي لله سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما بيستوي، اللي بيعلموا يعرفوا انه هذا حق، انما يتذكر اولي الالباب، هم اولي القلوب الطيبة الطاهرة والعقول المنيرة. عشان هيك قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الآخرة وجنة الدنيا. هو بيقول لهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بدها صبر بس. عشان هيك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هيك القرآن الكريم أمر الجميع. المهدي بيقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأنه ما في مسلمين. قلت لكم المسلم ما في إسلام 80% 70% 90%، لا، الإسلام 100%، لازم تكون مسلم 100%، لأنه الدين عند الله الإسلام. عشان هيك صار الدم للركب، وصاروا الناس يكرهوا الإسلام والمسلمين، ابتعدوا الناس وفلوا من الدين، صاروا علمانيين
لأنه شاف المسلمين مش مسلمين عن جد. لو أنا مسلمين عن جد كان تهزم الأرض كلها. عشان هيك وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إن أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أسمع، ما في مسلمين 100%، بس في مؤمنين بس مش عارفين الطريق إلى الله. عشان هيك قل إن أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. بدكم تخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى إخلاص كامل، ما تضعوا مع شريك مهما كان عظم مقامه. عشان يقولك فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الذين آمنوا قوا أنفسكم وأولادكم وقودها الناس والحجارة وعجل الكافرين. على قل هل نبكم الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زي هالطوائف كلها، كل واحد يقول على حق. عشان هيك أحباب الله، ألا ذلك هو الخسران المبين. طب شوف سورة يوسف 101، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني لازم نفهم أنه الله هو الذي يأتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. هذا سيدنا يوسف يقول فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ما بنوالي إلا رب العالمين إحنا، ولأن المؤمنين حبا في الله سبحانه وتعالى. توفني مسلما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قلتوا لي أحباب الله، والحقني بالصالحين. سورة المائدة 44، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أحباب الله، قلت لكم سيدنا يوسف يقول توفني مسلما، إذن هو من المسلمين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كل الأنبياء مسلمين اللي من بني إسرائيل، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو قديش الواحد بيحكم بكتاب الله، كيف يقول واحد المسلم وبتحكمش بكتاب الله؟ اصبر عليه، اصبر عليه. سورة البقرة 131، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا سيدنا إبراهيم، ابن سيدنا إبراهيم من المسلمين. ليش الأنبياء ما بحقوا يكونوا أول المسلمين والرسل؟ لأن الله هداهم بواسطة، الباقيين اجتهم رسالة، الرسالة من تبعها وطاحها صار من المسلمين. إذن ما كان في أول المسلمين إلا في العصر لما يكون فيه على وجه الأرض مسلم مش نبي. النبي ينبأ من السماء. عشان يا أخي المهدي أول المسلمين، في عصر سيأتي المهدي في مؤمنين في مسلمين بس إسلامهم مش كامل. فلا زي السباق، تعرفوا السباق لما يصير سباق الماراثون كلهم تدخلوا في سباق الماراثون، بس اللي بيفوز هو اللي ماخذ الجائزة الأولى، أول السابقين أول واحد بأخذ الجائزة الأولى. عشان يخل المهدي أول المسلمين في عصر الإسلام فيه مش صحيح. طب اصبروا عليه يا أحباب الله. سورة آل عمران 83، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفغير دين الله يبغون له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هسا ما في غير دين الله سبحانه وتعالى، بتكون دين غير دين الله اللي الله سبحانه وتعالى نزلنا إياه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، هذول اللي بيدخلوا الجنة، وكرها اللي بروحوا على النار وإليه يرجعون. عشان هيك سورة الحجرات 14، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذا الإسلام لحاله بدون الإيمان ما بفيدك، الإيمان لحاله بدون الإسلام ما بفيدك، لازم الإيمان والإسلام مقرونات مع بعض، لازم تكون مؤمن ولازم تكون مسلم. عشان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا
إذا ما عندهم مش إيمان؟ مش كل الأعراب إذا هذول وصلهم رب العالمين، ولكن قولوا أسلمنا، دخلتوا في الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوب، لسه ما دخل الإيمان في قلوب، وأن تطيعوا الله ورسوله ولا يدخل من أعمالكم شيئا، هو أن يدخل الإيمان في قلوبه. إن الله غفور رحيم ويغفر كل ماضي ويرحمكم. عشان هيك سورة البقرة 128 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك، إذا سيدنا إبراهيم وإسماعيل مسلمين. ومن ذريتنا، كل من آمن بذرية إسماعيل وسيدنا إبراهيم مسلم فهو مسلم، ذرية الأمة المسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استبعت هذه الأمة وذريتنا أمة المسلمة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي الأمة الإسلامية، عشان قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفى الرسول مباشرة الإسلام انتزع. صحيح في ناس لسه محافظين زي سيدنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والصالحين منهم، بس الباقي كثير ارتدوا، منهم بلشت الفتن وصار الإسلام ينقص شوي شوي حتى صرنا وصلنا الإسلام إحنا، وإحنا مش عارفين شو الإسلام الحقيقي. كل واحد طائفة أو مذهب أو راية أو إيش حزب، وبفكر حاله على هدى وبكفر غيره أو بعارض غيره أو بحارب غيره. عشان يخسرنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا المادي. عشان هيك سورة الذاريات 36 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني سيدنا لوط وبناته زوجته بتعرفوا مش من المسلمات. هاي بحكي لكم الأنبياء مش ما هم أول المسلمين، لأنه هم بلغوا الناس يأسلموا. أول المسلمين بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال مين؟ أبو بكر. ومن الأطفال سيدنا عمر بن الخطاب، ومن النساء زوجته خديجة رضي الله عنها. هذا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هسه الإسلام مش زي إسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان هيك كل واحد ضايع. تعالوا احكوا الحقيقة، لا تكونوا الأقصرين أعمالا. عشان هيك هسه رايح أبلش لكم وين الخطر. جيبوا القلم والورقة وسجلوا وكونوا صادقين مع أنفسكم وشوفوا قديش بتجيبوا علامي. أنا بحكي لأحبابي بالله، ما بحكي أنا لأعدائي، لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين، هذول الله لا يردهم. أنا بحكي بس مع المسلمين المؤمنين اللي عندهم الإسلام بس مش عارفين يوصلوا له. عشان هيك سورة إبراهيم 31 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. طيب قل لعبادي الذين آمنوا، أنتم يا المؤمنين أحباب بالله، جيبوا قلم ورقة، هل تقيم الصلاة في المساجد أو تقيم الصلاة جماعة ولا بصليها فردي؟ فكروا. إذا بتقيم الصلاة حط واحد أو صح، أو صح حط إقامة الصلاة صح. هل تنفق مما رزقك الله؟ إذا بتنفق حط صح، بس هل تنفق سرا وعلانية؟ ما بنفع علانية لحالة ولا بنفع سرا، لازم سرا وعلانية. إذا بتنفق سرا وعلانية بتحط بنفق سرا بنفق وعلانية بنفق، وحط إيش عليها شحطة أو إيش صح، وإذا لا حط عليها إكس. مشان ايش؟ تعرف شو العيوب اللي عندك. عشان يقولك قل للعباد الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. طيب نرجع موضوع اخر. سورة البقرة من 1-5 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نجي
على صفاتكم الذين يؤمنون بالغيب. تؤمن بالغيب حط شحطة، تؤمنش في عندك شك في شغلة حط إكس. تقيم الصلاة قلنا حكينا عنها، وما رزقناهم ينفقون حكينا عليها على والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، تؤمن بالقرآن 100% حط شحطة، وما أنزل من قبلك حط شحطة، وبالآخرة هم يوقنون. إذا توقن بالآخرة فحط شحطة. بس شو معنى إذا توقن بالآخرة؟ توقن بالآخرة بتخاف رب العالمين، تعرف إنه في حساب، ما بتخطب أو توقن حقوق الناس. أنت علي؟ عشان يخبر لك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب سورة النمل من 1-3، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. نفس آيات سورة إيش؟ البقرة. أنت سورة البقرة مشان أجيب لكم هاي. قلنا تلك آيات الكتاب طاسين تلك آيات الكتاب تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ذكرناه يؤتون الزكاة. هل تؤتي الزكاة؟ النفقة غير عن الزكاة. هل تدفع زكاة مالك كل حول؟ إذا تدفع حط شحطة، إذا تدفعش حط إكس مشان نشوف عيوبك. وهم بالآخرة هم يقولون. قلنا اللي بأمن بالآخرة بتحط عليها شعر. طيب سورة البقرة 153 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هل يا أحباب لا أنتم لم تسبكم مشاكل ومهموم تستعينوا بالصبر؟ عندكم الصبر وبالصلاة ولا أنت من الصابرين؟ إذا أنت من الصابرين نحط شحطة. تستعين بالله بالمشاكل اللي أنت بحاجة للعون فيها بالصبر وبالصلاة، حط شحطة على الصبر وشحطة على إيش؟ الصلاة. طيب سورة البقرة 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل أنت تصوم رمضان؟ إذا بصوموا حط شحطة، إذا بصوموا حط إكس. سورة البقرة 208 يا أيها الذين آمنوا، هسا عم يقولكم خاطبوا الإيمان ها المؤمنين، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هل تشارك في الحروب ضد المسلمين؟ هاي الشيعة بيقول لك احنا مسلمين هذول كفار السنة، والسنة بيقولوا الشيعة كفار. هل تشاركوا في قتل بعض؟ هل دخلتوا في السلم كافة ولا بتتحاربوا؟ إذا بتدخلت في السلم حط شحطة، دخلت وبتقاتل ضد المسلمين حط إكس، لأنك أنت تتبع خطوات الشيطان. طيب سورة البقرة 264 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هل أنت لما تتصدق على حدا ما منيت عليه؟ إذا لم تمن بالصدقة على أي إنسان جارك فقير كذا وما يوم لا يموت أنا لما كنت أطعمه وأنا داير بالي عليه ولو لا يموت من الجوع سويتها ولا ما سويتها؟ إذا ما سويتهاش حط إنك بتمنش، يعني أنت مش منان. أما إذا بتمنع الناس حط إكس مشان تصلح حالك. سورة البقرة 267 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هل أنفقت أنت من طيبات ما كسبت ولا من مال حرام؟ هل أنفقت مما أخرج الله لكم من الأرض؟ هل أنفقت من الطيب منه ما أنفقت من الخبيث؟ لقيت أزبل شيء عندك وتصدقت، عندك أواعي مستعملة أكبها في زبالي ولا أعطيها للفقراء؟ قديش في واحد بتفرج بأواعي اللي بده يكبها بدل ما يروح يجيب أواعي جديدة؟ هذا الكريم ماشي أنت أعطيت أواعي تحسب لك، بس هذا مش الطيب، مش أكرم شيء عندك. على حسب القدرة أنا بحكي، والله الفقير اللي ما عنده ولا وعي
وبدوش إياها وأعطاها، هاي تحسب إنه كان دافع ثياب جديدة. حطوا إذا في عندكم أنتوا تتلموا من خبيث، إذا مالك حرام وبتصدق عليه للفقراء والمساكين، أنت ضريت الإنسان هذا لأنه أكل مال حرام، هل تفعلها؟ حط شحطة. سورة البقرة 278 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هل تأكل ربا؟ إذا بتأكل ربا حط عليها إكس، وإذا ما بتأكل ربا حط شحطة إنك أنت ما بتأكل ربا. قديش في واحد على وجه الأرض بكل ربا؟ خلينا نكون صادقين مع بعض. طيب مين بيعمل هاي الآية؟ سورة البقرة 282: يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مين بكتب هاي؟ مين بكتب الدين؟ آية طويلة، لأنه ليش أول الموضوع بس هل تدين واحد؟ لأنه رب العالمين شو بقول لك هون؟ بدك تكتب الدين وتستشهد شهيدين من رجالكم، فلم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن تضل من الشهداء، أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى. وإذا بتنادي الشهداء لازم يجوا، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إن شاء الله جنيه أو دولار أو ريال. وهاي على نية الدين، هل كتبته وجبت اثنين شهود؟ قديش واحد يسويها هاي؟ إلا بحال واحدة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، بتجيبوا شهود لما تبيعوا شغلة. يا أحباب بالله أقسم بالله هذا الكتاب الحكيم ما في لعبة، هاي كلمات الله. جيبوا قلم ورقة وسجلوا اللي بحكيكم إياه. اللي ما عنده قلم ورقة وما بلش من أول يعيد الشريط، لأنه الشريط طويل، وأنا جبت لكم بس يمكن 1% من القرآن الكريم. فما بالكوا وين المسلمين، وين المؤمنين اللي ما بثبتوا؟ المؤمن بيقول سمعنا وطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. سمعنا وطعنا لإيش؟ لكلمات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سورة آل عمران 100 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قديش في ناس بتأثروا بأفكار الغرب من علماء المسلمين ومن العوام. شوفوا عدلان إبراهيم قديش بطلوا يستشهد بمين؟ داروين وبيكاسو وأينشتاين وغيره وغيراته، هذا كلهم كفار من أهل الكتاب، ما يجوز نأخذ منهم إشي. تطيعوا طريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم من بعد إيمانكم كافرين. طيب سورة النساء 29 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قديش واحد بأكل مال الناس في الباطل؟ قديش واحد برتشي؟ قديش في واحد بنهب وبسرق؟ سجدوا أحباب الله. سورة الإعراف 102: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قديش في واحد بموت بصليش بصومش بزكيش؟ سباب لعان بسيء الظن غشاش، ومن غشنا فليس منا. مزبوط أحباب الله. سورة النساء 59 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قديش واحد منا بطيع الله وبطيع رسوله وأولي الأمر منه؟ مين أولي الأمر؟ قلت لكم مش أولي الأمر الحكام بس، الوالدين أولي الأمر، الزوج أولي الأمر لزوجته وأولاده، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإذا صار خلاف هل تردوه إلى الله ورسوله ولا تردوه للعالم فلاني والشيخ الفلاني وإيش والمحاكم المدنية؟ سجلوا يا أحباب سجلوا.
سورة النساء 94. يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قديش في واحد بقتل واحد في الحروب اللي بتصير بين المسلمين بعضها، بفجر حاله بفجر في مكان بطخطخوا هذول وبقولوا احنا ايش احنا المؤمنين والجاهز لسبيل الله. قديش في واحد ضاع وقتل مؤمن وما بيعرف انه هذا مؤمن ولا لا؟ اللي بحط قنبله في سوق ولا في مسجد ولا بحطها في مستشفى ولا جامعه ولا في اي مكان عام، هل هذا بيعرف انه قتل المسلمين ولا المؤمنين؟ هذا مجرم. سجلوا احباب سجلوا سورة النساء 144. يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. مين منكم ما أخذ الكافرين أولياء؟ نصراني يهودي واحد مش مسلم وجعلوا ولي وصاحب، أنت بتصلي هو بصليش أنت يا صحبي، واحد بخوض في آية الله وبضحك عليها وبستهزئ فيها وأنت صحبي معه. مزبوط أحباب الله. سورة المائدة 1 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. مين أوفى بالعقود؟ أي عقد بينك وبين أي إنسان، عمل، تجارة، أي شغلة، هل توفوا بالعقود؟ عقد أجار بيت، قديش في واحد بسكن في بيت ويجي صاحب البيت بغير العقد وانت متفق انت وياه على سعر دكانة تستأجرها، سيارة، بيت، نكون صادقين مع كل واحد يسجل عم يسجله. سورة المائدة 51 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قديش في واحد يتخذ اليهود والنصارى أولياء من الحكومات والشعوب وغيرهم وغيراتهم. سورة المائدة 87 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قديش في واحد حرم الحلال وحلل الحرام؟ سجلوا. قديش واحد اعتدى على غيره؟ شوفوا أحباب الله. سورة المائدة 90 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نسوا من عمل الشيطان فاشتنبوا لعلكم تفلحون. قديش في واحد بيشرب خمر وميسر وبيلعب قمار؟ عدوا. سورة المائدة 106 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن آثمين. قديش واحد موصي؟ قديش في واحد الوصية رميها ولا ظهره؟ عدوا عدوا. كتب عليكم القتال كما كتب على الذين القتال القتال شوفوا آيات القتال سورة الأنفال 15 القتال كتب علينا وكل إخوان المسلمين متذبحوا بسوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما. مين بيسوي مين مكتوب على القتال؟ شوفوا سورة الأنفال 15 يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. قديش في واحد لما يصير حرب استسلم وفل خصوصا بحرب العراق مع أمريكا والحروب هاي الجبن هذولا اللي إيش بهربوا والله الواحد لازم يقاتل حتى النصر أو الموت شهادة هذا المؤمن الحقيقي. سورة الأنفال 20 يا الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله وتولى عنه وأنتم تسمعون طاعة الله كاملة وطاعة رسوله كاملة. وقديش واحد بتولى؟ سورة الأنفال 45 يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قديش في الجماعة بتنهزم؟ قديش العرب انهزموا مع إسرائيل ومع كل الدول العربية الدول هاي المعتدية علينا؟ سورة التوبة 23 يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان
وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كداش في واحد له أخ أو أب بكره الدين وعد ضد الدين وباخذوا ولي كلمته منزلة عنده. يعني بتنزلكوا آيات وآيات، يا سورة التوبة 119، يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قديش في واحد بكذب ومش صادق في معاملته وكلامه. سورة الحج 77، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قديش في واحد بركع وبسجد وبعبد ربه عن جد وبفعل الخير. سورة النور 21، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. قديش في واحد بيتبع خطوات الشيطان وقديش واحد بجيب أعراض النسوان بالفاحشة وكلامه فاحش وبذيء وبيحب المنكر اللي بتنكره النفس. قديش في واحد منا مبتعد عن الشغلات هاي. طيب سورة النور 27، يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تتقون. قديش واحد بدخلش بيت حتى يستأذن وبسلم على أهلها؟ قديش واحد بدخل على بيته وما بسلم؟ شو بدي أقولكم؟ سورة الأحزاب 41، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قديش واحد بدخل الله في اليوم؟ تذكر الله كثيرا كثيرا، يعني خلي لسانك رطب بذكر الله بقراءة القرآن وبالتسبيح والاستغفار. لازم يكون صادق مع حاله. عشان هيك يا الذين سورة الحجرات 6، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قديش في واحد يتبين لما يجي فاسق بقول فلان حكى عنك أو شفت فلان قال عنك كذا أو كذا، صح ولا الأحباب بالله؟ وصورة الحجرات 11، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عندي لكم أشرب مي بسم الله، يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. قديش في واحد يسخر من غيره وقوم بسخر من قوم؟ الأردن أحسن من فلسطين، فلسطين أحسن من الأردن، المغرب أحسن من تونس، وتونس أحسن من الجزائر، ومصر أحسن أم الدنيا، وإحنا أصل العرب، واليمن كذا، والسعودية كذا. فكروا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا أسود، هذا أبيض، هذا ناصح، هذا ضعيف، هذا فقير، هذا غني، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن. قديش في واحد زوج أحسن من زوجة، أعمالي ما أحسن منك، أغنى منك، الأحلى منك، أجمل منك، وبضحكوا عليهم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. طيب سورة الحجرات 12، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فقربتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قديش في واحد ما بسوء الظن في الناس؟ شوف قديش واحد ظن فيه أنا، هذا بظن النفس المهدي، دخلت جوا قلبي ظنيت إن المهدي ولا ما ظن. شو دخلت بالموضوع أنت؟ شو دخلت تسيء الظن في الإنسان اللي قدامك إذا ما بين لك وحكى لك واعترف لك؟ جاي تحضر جوا قلبه وبدك اياه زي ما بدك وكله ظن. قديش واحد بظن في الناس، ايه هذا بتطلع عليه اصلا مش عاجبه، هذا اصلا شو حكى عليه، هذا شو سوى. ولا تجسسوا، قديش واحد بتجسس على الثاني وبتربص فيه. ولا يغتب بعضكم بعضا، قديش واحد بيغيب بيغتب الناس. اذا الصحابه رضي الله عنهم سيدنا عمر بن الخطاب ومش عارف حذيفه بن اليمان وكان في واحد ثالث نايم بخيمه وكان دوره يسوي الأكل، فقال سيدنا حذيفة بقول سيدنا عمر رضي الله عنه هذا رجل نيوم نيوم ما في طعام، عشان دوره يسوي الطعام ما سوى طعام. حكوا هيا بنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لاقي عنده فضل من الأكل، راحوا عنده دقوا على الباب
ما أتى بكم؟ قالوا يا رسول الله كنا جائعين وإذا عندك فضل الطعام. قال أنتم بعد ما شايفين لحم أخوكم في سنانكم اللي قلتوا عنه نيوم. كلمة نيوم استخابة. واحد نايم هذا رجل نيوم يعني كثير النوم. هاي استخابة من وراء ظهره ما سمعها. فما بالكم لما تسيء الظن بالإنسان وتستغيبوا بشغلات ما أنزل الله فيها السلطان. هذا بصير اسمه بهتان. قلت يا أحباب الله أنا بحكي لكم والله الناصح والأمين بس ببين لكم في الشريط ليش المهدي أول المؤمنين أو المسلمين. أسع سورة المجادلة 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قداش في واحد بتناجى بالإثم والعدوان وقداش واحد بمعصية الرسول قداش واحد بتناجى بالبر والتقوى. إذا بتناجى بالبر والتقوى حط شحطة الإثم والعدوان حط إكس مشان تصلح نفسك. سورة المجادلة 11 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قداش في واحد بتفسح في المجالس قداش في واحد بتلاقيه قاعد آخر القوم بيجي بنص بنص الصف الأول بالصلاة هل اتبع هذا؟ وقداش في ناس بتلاقيهم قاعدين ما بيسمح لواحد يمرق من جنبه وهو قاعد في صلاة الجمعة. شوفوا أحباب الله قداش في عيب فينا إحنا عشان يخلي ما يجي المهدي رايح يبين الدين الإسلام الحقيقي وبكون هو أول المسلمين. عشان يا أحباب الله سورة الصف 2 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قداش في واحد قال شيء وما فعله فهو صريح. إذا أنت لما تحكي شغلة تفعلها حط شحطة تحكي شغلة ما تفعلها حط إكس. طيب سورة الجمعة 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قداش في واحد يصلي الجمعة في المساجد اللي بيصلي الجمعة وبصولها وبروح بكير وبسمع الخطبة بدون ما يحكي يحط صح. أما اللي بصير يروح على الجمعة متأخر وبدافش وبزاحم وبطول الخطبة وقاعد بيحكي وبتأفف حط إكس. سورة المنافقون 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قداش في واحد أمواله تجارته وأولاده اللي هو عن ذكر الله راح يكون من الخاسرين. سجدوا إذا أموالكم وأولادكم ما بلهكم عن ذكر الله القرآن والعبادة والصلاة حطوا شحطة. إذا بلهكم حطوا إكس. مش بس الأموال والأولاد التلفزيون الأفلام المسلسلات لعب الشدة مباريات كرة القدم الأغاني الطلب إذا بلهكم عن ذكر الله حطوا إكس. سورة النور 28 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا 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 فارجعوا هو أزكى لكم والله تعالى عليم. قداش في واحد بيجي بدق على الباب وإذا الواحد ما رد عليه مرتين ثلاثة يقول لك شو بدوش يدخلني بيته تصور إذا واحد حكى لك ارجع ارجع كمان شوي يقول هذا إيه هاني والله عمري ما بخش بيته صح ولا لا أحباب الله. سورة التوبة 24 قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعتذر أحباب الله. قديش في واحد إذا كان أبوك وابنك وأخوك وزوجتك وعشيرتك وأموال اقترفتها وتجارة تخشى كسادها ومساكن ترضاها أحب إليك من الله ورسوله وعلامة الحب جهاد في سبيله إذا أنت بتجاهد في سبيله حط إيش شحطة صح. إذا هاي الصفات فيك حط إكس.
99% من العرب المسلمين عندهم كل شيء أخلى من الله وجهاد في سبيله. كون صادقين. عشان هيك سورة الحج 41 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا تمكين المهدي، لأنه عندما يمكن رب العالمين في الأرض راح يقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنا جبت لكم أحباب بالله واحد بالألف من القرآن الكريم بس مشان أورجيكم هل إحنا مؤمنين يا أحباب بالله؟ جبت لكم قديش في خطر المؤمنين، هل إحنا مسلمين يا أحباب بالله؟ عندنا إيمان وعندنا إسلام بس مش كامل. عشان هيك لما يجي المهدي عليه السلام هو أول المسلمين ورايح يعلم الناس الإسلام الحقيقي، لأنه الإسلام أخذ لما صاروا العرب الصحابة مسلمين أخذتهم 23 سنة من أول ما نزلت الرسالة والوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى إيش آخر آية نزلت اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين. اللهم آمين. اللهم اهدنا واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.